كانت هذه قائمة الحجاج المصابين، وذكرت قائمة الحجاج الثمانية الذين لا يزالوا يقبعون بمستشفيات بمكة المكرمة. وأيضا فيما يخص مصالح القنصلية، قد وفانا مفتي التلفزيون النهار إلى البقاع المقدسة محمد شوقي علاك بمشاهد الزيارة التي قادت القنصل الجزائري بمكة المكرمة إلى أرملة الحاج ميغارتي ملياني وبقية المصابين بمستشفيات وعيادات المدينة.